12 13 ابو يعني بداية النشاط اللي نظمناه مع نادي الطلاب هيدا السنة هو نشاط أساسا ابتدى بال 77 يعني بعز أيام الحرب اللبنانية وكان بوقتها رسالة من طلاب أهدل تيأكدوا أنه بيفضوا منطق الحرب بيفضوا منطق الدمار تيأكدوا أنه أهدن بدها ضلها شو ما كانت الظروف مع ثقافة الحياة مع ثقافة الفرح مع ثقافة التعايش مع مع ثقافة الوحدة. منظمكم فطومة خبوني ببيت الموني بكرة لما يجي البرد ما في غير الكرونة كلنا